هنا من إطلالة الشرفة في مكان عملي في حلب الكلاسة إلى المبنى المجاور، حيث دفنت عائلات كاملة في هذا المبنى. إحداهن شهد ابنة 14 عاما، كانت طالبة في مدرسة معنا، وهي أيضا مكفولة لدينا في جمعيتنا. شهد طفلة بريئة جدا، لا زالت تحت الأنقاض منذ حوالي 20 يوما ولم تخرج بعد.